ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا، مكملين معاكم على الهواء مباشرة، ونتكلم على احتفالية عيد الفن. بعد فترة طويلة أقيمت هذه الاحتفالية، واللي حضرها بالأمس رئيس الجمهورية المؤقت مستشار عدلي منصور، وده شيء مهم جدا بيدل على قيمة وأهمية الفنان المصري. حول هذه الاحتفالية التي أقيمت أخيرا بعد صعوبات لإقامة هذا الاحتفال، هيكون ضيفي وضيفكم اللي مشرفنا أكيد النهاردة في الاستوديو الأستاذ محمود قاسم، المؤرخ والكاتب السينمائي. صباح الخير ونهارك دايما سعيد. نهار المصريين كله سعيد ان شاء الله. خلينا في البدايه يا فندم نتكلم على تاريخ عيد الفن وتعليق حضرتك على الاحتفال اخيرا بهذا العيد الجميل. هو العجيب ان الاحتفاليات بالفنانين او بعيد الفن بشكل عام هي كانت مبادرات شخصيه تظهر في فتره وتبتهج او تزدهر، وفترة تانية تختفي وما اعرفش ليه اختفت زي ما ازدهرت. يعني ايام الدكتور رشاد رشدي كان ماسك اكاديميه الفنون، اقنع قادة سياسية في النص الثاني من السبعينيات انه يعمل عيد الفن، ولما فعملوا عيد الفن كانت ارتبطت بكثير من الفنانين اللي طلعوا على المعاش وبطلوا يشتغلوا، فكان مرتبطة بنوع من العون المادي، يعني يديهم معاش ويوصل لهم حياتهم المادية علشان الفنان ما يتهزمش أو ما يعوزش حاجة في آخر حياته. ودي كان مناسبة جيدة جدا وفكرة متميزة جدا، لكن ما كملتش ليه ما نعرفش. فكان المفروض أن الفنانين نفسهم يتعلموا أن لا نحمي نفسنا في الفترات القادمة. فوجئنا الفترة اللي فاتت عودة مثل هذه الظاهرة، نتمنى استمرارها وليس فقط ارتباطها باتحاد النقابات الفنية، لأن اللي حصل في الاحتفالية بتاعت امبارح مرتبطة بمبادرة من رئيس اتحاد النقابات الفنية. أيوة. ودي حركة ذكية، لكن كان برضو يعني تنقصها احتفالية أكتر. فهل يا ترى اتحاد النقابات الفنية هو المنوط بمثل هذه الأمور؟ وهل أكاديمية الفنون بقيادتها بتاريخها كله ده بطلت تعمل النوع ده من الشغل، او مش ما عملتش ده؟ وهل المؤسسات الاخرى عملت ده او ما عملتش؟ لكن انا عايز اقول ان مش دي اول مره بعد 30 يونيو يحصل احتفاليه بالمثقف والفنان، لانه من حوالي 3 شهور سياده المستشار عدلي منصور وزع جوائز الدوله والأوسمة على الذين حصلوا على جائزة الدولة التقديرية في الأداب والفنون، ولم توزع على الذين حصلوا على مثل هذه الجوائز في الجوائز التشجيعية. أنا كان نفسي يبقى في احتفال كبير جدا بكل مثقفين مصر، لأن ما فيش يعني فاصل ما بين الفنان والمثقف. طبعا طبعا. يعني كلهم المجلس الاعلى للثقافه في كلهم مبدعين، وكلهم حد بيكتب لحد وما شابه. هنلاقي حد مثلا امبارح كاتب سيناريو واحد اللي هو الاستاذ عبد الحي اديب، وفي كتاب سيناريو في التاريخ السينمائي الطويل زي علي الزرقاني وما شابه، كانوا محتاجين مثل هذه الامور. ولكن بالامس وصف البعض الاحتفاليه بانها احتفاليه تاريخيه، تعلق على ده تقول ايه؟ هو مهم جدا جدا الاحتفاليه دي، لان جت فتره الاخوان وما قبلها الفنانين اتعرضوا لضغوط شديده جدا، محاكم لقوا نفسهم بيروحوا محاكم وقضايا ضدهم، وفي نوع من الشوشره عليهم، يعني بيحاكموا عادل امام باثر رجعي ويقعد 6-7 شهور في حاله قلق ويقول او لا أو طبعا. وحصل ده قبل كده مع حيد حامد مع يوسف شاهين. فجت دي بيقول ان الدوله الجديده في مصر والقياده السياسيه الحاليه بتؤمن بالفن وبتؤمن بدور الثقافه. بالظبط. فرئيس الجمهوريه حضر وسياده المشير السيسي حضر ووزراء سابقين ورؤساء وزراء سابقين وقيادات سياسيه بارزه جدا، وايضا الفنانين كلهم موجودين في الساحه. فده احتفاليه قيادة، يعني الجانب السياسي أو الضوء السياسي على هذه الاحتفالية ساعد الناس أنها تشوف بالضبط جانب كيف تنظر الدولة الجديدة في مصر إلى أهمية الفنان المصري. إلى أهمية الفنان المصري طبعا، وهم اختاروا عينات عشوائية وليس من يمثل الفنان فقط. يعني اللي طلعوا دول امبارح وشفناهم دول مش كل الفنانين اللي احنا بنفخر بيهم، ولكن دول نموذج
من الذين على قيد الحياة، وأيضا نموذج من الذين رحلوا خدوا تكريم، وأتمنى أنه يحصل ده بشكل أو بآخر. لكن أنا كنت عايز أقول حاجة، أن المهرجانات السينمائية المصرية دايما كانت بتعمل تكريمات من سنة 92، وهي تعمل مطبوعات كويسة جدا وفخمة جدا، خصوصا مثلا مهرجان القاهرة السينمائي بتعمل مطبوعات فخمة جدا من سنة 99 لحد الآن لهؤلاء المكرمين. تمام. سواء الأحياء أو الأموات. طب ليه تأخرت هذه الاحتفالية الفترة اللي فاتت بالشكل ده، وإيه المشاكل اللي واجهتكم للاحتفال بعيد الفن في الفترة دي؟ هي المرة دي مرتبطة فقط بالأستاذ الفنان هاني مهنا لما مسك اتحاد الرقابات الفنية، فكر أنه يعمل ده، وهو عقلية متميزة جدا، قدر أنه يحول الفنان من فقط ممثل على قنوات أو ضيف في القنوات إلى لا، إحنا بنقرأ تاريخك وإحنا بنحترم هذا التاريخ. يعني هو يرجع في الأخلص لهاني مهنا وطريقته. وهل بالفعل واجهتوا بعض المشكلات في إقامة الاحتفالية؟ هو أنا مش عارف الكواليس، لكن هي اللي حصل في الاحتفالية دي كل انها ظهرت بالشكل ده، الناس غنت وفي الاوبرا، فدي طبعا ليله سعيده على المصريين كلهم. واحنا شفنا الفنانين اللي كنا بنتصور ان هم خلاص بقوا وراء الستار، لا طلعوا تاني، طلعوا في المسرح وموجودين. بعضهم ما رضاش يجي، ما قدرش يجي زي نادية لطفي، وانا بنحترم هذا فيها. بعضهم طلع بكل شجاعه وقال ها انا ذا، انا مع الزمن او انا ضد الزمن وما شابه. طب خلينا نعرف تعليق حضرتك على منح وسام العلوم والفنون للسيده فاتن فاتن حمام. فاتن هذا الوسام الرفيع. هي فاتن حمامة عندما نذكر أو نقول فاتن حمامة فهي بنفسها وسام، يعني هي إذا منحت وسام فهي أعلى من الوسام. كل هذا التاريخ منذ عام 1940 حتى الآن أكثر من 74 سنة، يعني تاريخ طويل جدا. فهي نفسها وسام كانت متميزة وهي طفلة، متميزة وهي كبيرة، متميزة في التلفزيون، متميزة في النصوص اللي بتاخدها، اشتغلت مع كل المخرجين وكانوا كلهم بيتمنوا يشتغلوا معها. هي طفلة يعني عندها 20 سنة. ارتسمت ابتسامة على وجه حضرتك أول ما ذكرت الفنانة القديرة فاتن حمامة. طبعا دي حاجة يعني نحن فخورون أو فخورين أننا نعيش في عصر فاتن حمامة، مثل ما كنا نفخر أننا في عصر أم كلثوم وعبد الحليم ويوسف وهبي وزكي رستم، الأسماء دي كلها. فما زلنا نعيش في زمن فاتن حمامة، وعلى المصريين جميعا أو أغلبهم أن يفخر أنه يعيش في زمن فاتن حمامة. أيضا نتحدث عن تكريم الفنانة نادية لطفي والفنانة مجدة. أنا نبدأ مجدة عشان برضو الأقدمية التاريخية. الفنانة مجدة هي ممثلة ومنتجة وصاحبة مشروع، وقدمت أعمال فكرية مهمة جدا وسياسية، وقدمت نصوص أدبية يعني ابتداء من أين عمري وجميلة بحريد والمراهقات، صاحبة شركة ما زالت هذه الشركة موجودة في نص البلد. إذن فالأعمال اللي قدمتها تحمل هويتها وتحمل تاريخها. نادية لطفي أيضا نفس القيمة، ونادية لطفي قيمتها أنها اشتغلت مع أغلب المخرجين. يعني الفيلم الثاني اللي قامت ببطولته اسمه حب إلى الأبد، مرة يوسف شاهين في أحد أحاديثه قال إنه ده من أعظم أفلام اللي محدش خد باله منه، ومحدش واخد باله منه لأنه ده فيلم عن كيف تدار الانتخابات في الخلفية، كيف تكسب مقعدة في البرلمان، كواليس الانتخابات، كواليس الانتخابات اللي هو محمود المليجي قايم بدور شقيق أحمد رمزي ووقف ضده على الخط المستقيم، إنه إزاي يعني بيعمل علاقة عاطفية مع بنت مشبوهة أو في قضية. فتاريخ نادية لطفي حاجة كده مهمة جدا، وزي عاملة زي ليلى مراد عندما حست بأن السن قد تجاوزها فاختفت تماما. وامبارح كانت حركة ذكية جدا إنها ما تظهرش حتى لا يراها الناس بشكلها. لسه كنت عايز اسال حضرتك، هل هذا القرار كان قرار صائب ولا لا؟ صائب جدا، صائب جدا. هي يعني طبعا للاسف شديد ان بعض الناس في الفيسبوك حطوا صورها وهي تجاوزت السن 70، لكن هي بتتكلم فقط في التليفونات او في المحادثات، وما زال صوتها متميز. لكن لمصلحتنا الا نرى مثل هذه الوجوه وقد اصابها السن او العمر. البعض يتقبل هذا والبعض لا يتقبل، لكن انا عايز اشوف ماجده بتاعت بنات اليوم، تفضل الصوره في الذاكره. انا لما قابلت ماجده قلت لها انا بحبك، انت سلوى بتاعت بنات اليوم، يعني مش قادرين ننساك، وانت بتزق العجله كده لعبد الحليم وهو عندي يغني اهواك واتمنى لو انساك. هو
هو ده تاريخك، الوجه، الوجه الصبوح الجميل، الا اذا كنت زي فريد شوقي او كمال الشناوي او امين رزق، تقعد تشتغل طول عمرك ولا تأبه لتغيرات الملامح الجسمانيه. في كثير من الممثلين او الفنانين حصل لهم ده، يعني حسن يوسف منهم مثلا على سبيل المثال، انه بيشتغل حتى هذه اللحظه بيطلع في التلفزيون، ولكن كل فتره عمريه لها الدور الذي يتناسب معه. ما ده ذكاء يعني الممثل يقدر يجدد نفسه وعنده ذكائه، ذكاء الاستمرار. في كتير قوي ممثلين فضلوا طول عمرهم يشتغلوا لحد اخر لحظه. فريد شوقي يعني بعد ما مات بسنتين كل ما اشوف الافلام بالظبط بنشوف افلام. المهم الاختيار. تمام. طيب يعني انا عندي اسماء كتيره وفنانين زي الفنان قدير عزت العلايلي وتكريم، والفنان الكبير محمد فوزي، ايضا تكريم عز الدين ذو الفقار، الفنان القدير محمود ياسين، الفنان حسن يوسف زي حضرتك ما ذكرت، الفنان رجي اباظه. ولكن في يعني في عجاله بسرعه لان وقتنا بينتهي، تعليق حضرتك على اقامه الحفل في ذكرى موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب. هو ذكرى مهمة جدا، وأنا كان نفسي يتم تكريم أكتر لموسيقار هو أستاذ محمد عبد الوهاب اللي هو سيد درويش، لأن سيد درويش أقدم وما زالت الموسيقى بتاعته موجودة حتى الآن. طالما تعاملت طالما تعاملت مع، هو مولود 1892، طالما تعاملت مع فنان وموسيقار يبقى هو سيد درويش. دي قامة ما اختلفش عليها أحد، ومن العشرينيات ومات صغير لكن ما زال قائم. ومحمد عبد الوهاب اتكرم كتير قوي في حياته. ضيفي القدير أستاذ محمود قاسم المؤرخ والكاتب السينمائي، بشكر حضرتك وأكيد هنلتقي تاني، وأعياد متتالية للفنانين المصريين ومزيد ومزيد من التكريمات للفنان المصري. بشكرك على حضورك معنا مرة تانية. وأنا بشكر حضرتك كتير. شكرا جزيلا. مشاهدينا، يظل الفنان المصري دائما سفير فوق العادة، بيمثل الشعب المصري وكل طموحات وأمال الشعب المصري. مكملين معكم فقراتنا، تابعونا ولكن بعد الفاصل.